السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والسعادة والسرور. مبروك العربوية فوزكم الأول في الدوري، وهالمرة جاء يعني تلعبتوا ثلاث مباريات واليوم مباراة رابعة في السبرباعية، عوضتوا اللي فات. أيضا الجولة الماضية العربي كانوا خسرانين بالأربعة، هالأسبوع فازوا بالأربعة، وبالتالي العربي يعني بعد فوزهم اليوم تخيلوا من المركز الـ 14 إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، ويتساوى مع نادي الخريطيات والغرافة ومعيذر، والنقاط بينه وبين المركز الأول الآن 10 نقاط، اللي هو نادي الوكرة اللي تصدر اليوم الدوري. على فكرة الوكرة اليوم بقيادة كابتن عدنان درجال في صدارة الدوري، هداف الدوري القطري للآن سوزا لاعب نادي الوكرة متألق، والفريق قاعد يتألق مباراة إلى مباراة، وبوحيدر أو الجنرال مبدع مع عودة رئيس الجهاز الشيخ جاسم بن محمد. إذا هناك تألق الوكرة، واضح أن الوكرة الآن يطمح إلى الكثير والكثير في هذا العام. لكن علينا الانتباه للجهاز الإداري في نادي الوكرة والكابتن عدنان درجال، دائما في الموسمين الماضيين دائما تتصدرون وتنافسون في بداية الدوري، لكن ماذا يحدث بعد الأسابيع الأولى؟ يتراجع الوكرة، لكن هذا ما نخشاه ولكن لا نتمناه أكيد للموج الأزرق العربي. إحنا فرحانين حقيقة بفوز العربي اليوم، وزعلانين لخسارة نادي الأهلي. تفضل يا عبد الرحمن. والأهلي اليوم يخسر ويبقى في المركز الأخير مكان عربي، ومصال نقطتين، وعلى فكرة بين الأخير والمركز السادس في الدوري يعني أكلمكم على ثلاث نقاط فقط، يعني مباراة واحدة فقط و تصير لعبة الكراسي من المركز السادس إلى المركز الـ14. بس للعلم فقط أن الوكرة والسلية وقطر هالثلاث أوائل كانوا العام خارج مربع الذهبي باستثناء نادي الجيش اللي موجود، السد والإخوية والريان خارج المربع الذهبي إلى الآن. للعلم كان البعض يتوقع أن يكون هناك سيناريو قوي ومثير بداية الدوري بين السد والريان والإخوية والجيش والغرافة وهذه الأندية، يعني المفروض أن يكونون في الصدارة، ولكن اللي حاصلنا لا، أن حتى السلية شفناهم إحنا في الصدارة، وشفنا نتائج مذهلة حقيقة. عموما مبروك العربوية، نعم تستاهلون الواحد يقول لكم مبروكين على قولة عبد الله بدر السادة. أخيرا شفنا مبروك في تويتر ونقول لكم إياها على الهواء مباشرة، ألف ألف مبروك يا نادي العربي. أبدأ معاكم ب حلقة اليوم زاروني إخواني من إدارة التسويق أو الاتصال والتسويق في نادي الريان برئاسة أخوي أو مدير إدارة الاتصال والتسويق أخوي علي عتيق العبدالله، وأهدونا كل واحد فينا في المجلس تيشيرت نادي الريان، تشرفنا حقيقة، وهذا التيشيرت شرف كبير لنا أنه يكون شعار نادي الريان هو الأساس، وبعدها صورنا شوفوا صورة خالد سلمان كم هي جميلة وممتعة، وكابتن خليل الزياني، عبد العزيز العنبري أيضا من الناس اللي اليوم استلموا تيشيرت من إدارة التسويق في نادي الريان. فشكرا لأخوي علي عتيق العبد الله، وشكرا لعلي إبراهيم الغريب، وجاسم أحمد البعينين، وجاسم تاج، ومحمد رياض، كلكم شكرا جزيلا لكم على زيارتنا اللي نثمنها حقيقة اليوم، وإبداعكم للترويج لنادي الريان. ورغم أن هذا النادي كبير، وأقول حق الشباب في نادي الريان اللي جونا اليوم، إذا تبغي تعرف إذا الناس يحبونك ولا لا شجع نادي الريان، أو إذا تبغي تعرف أن الناس يحبونك اتجه نادي الريان راح تعرف إذا كانوا الناس يحبونك ولا لا، صح ولا لا يا خالد سلمان؟ لا صحيح. صحيح. يعني اللي يشجع نادي السد واللي يشجع الناس ما تحبهم. أنا كلمك الجماهير أكبر، الجماهير العدل، أنا كلمك الجماهير بس الأكبر. بعد اللي يحب الزعيم واللي يحب الملك واللي يحب الجيش، إحنا كلنا نسعى لمحبة جميع الجماهير. عطني تيشيرت. تفضل دقيقة. تسوي في عطيها. تسوي. شكرا خالد سلمان. على راسي. مشكور. توقيع الجميع يعني؟ لا توقيع الجميع هونا بس هونا يا خالد. هذا كلام صحيح ولا غلط؟ تعسف هذا. احنا اليوم
لا لا ابراهيم لا لا لا. من بعد اذنك يا ابو ابراهيم هل اليوم احنا في المجلس ننتمي الى جمهور معين؟ نعم انت تنتمي ننتمي الى جميع الانديه الموجوده عندنا وجميع جماهيرها؟ ابدا لا، لكن الجماهير لكل نادي جمهوره على راسنا. ابراهيم برد عليك. ابراهيم تتفق معي اعتقد لانك انت خبره وكلامك دائما منطقي للجميع. قاسم وخالد كل واحد حساسيه، خالد سلمان عنده حساسيه، اذا تقول الريان يجي حساسيه. من؟ ما احب الريان يبقى جمهوره على راسي، انا احب جماهير جميع الانديه، انا ابن جميع الانديه وفي المجلس انا مع الجميع، لكن انتمي الى نادي معين. هذا منطقي. والسنه شلون بعد السنه زادت زادت. لكن لاحظك عندك حساسيه دائما من جمهور الريان حتى في اللقاءات دائما عندك حساسيه. انا اكثر الاصدقاء اللي عندي من الريان. خلي الأصدقاء لأن إحنا ما تكلمنا عن الأصدقاء، بس عندك حساسية كثيرة مفرطة في نادريا. لا لا ما أقول من خلال اللقاءات من خلال. لا حمود دخل غرب. لا 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 دافع عنا. شو ما دافع عني؟ لا 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 خالد قادر يتكلم ويرد. قادر خلي خلي هو. أنت قادر حمود دخل. أنت قادر تفضل. لا لا ما تروح. إذا ما إذا مو قادر إحنا نرد. قادر بقدر. قادر إذا ما قادر قل حمود يا خالد. لا 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 قادر. قادر والجماعه قادرين، لكن بقول لك شيء لحظه. انت دائما تدور المشكله. انا تدور انك تدور تصعد على اكتاف الاخرين. هذه مصيبه. اول حاجه هذه كارثه. يجب ان تكون مع احترامي لكم اكتافكم مش كبيره عشان امكانياتك الموجوده وامكانياتك هذه من ترقب فيك الجمهور، ليس المداخلات اللي هي انا مداخلات يا خالد. انا عم اتكلم اول مره تدخل معك مداخله او تستعطف الاخرين. لا 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 هذا خالد ناس عارفين مكاننا وين وعارفين. لا 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 يا خالد سلمى هذا بعين طبعك تشوفني اول حاجه بعطيك اياها. انا من جماهير من يمين من يسار. لا 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 احنا جماهيرنا ماليتنا زي خلينا من الجماهير وعلى راسنا ولا الجماهير كلها. شوف شوف يا خالد بالنسبه شوف لحظه اول حاجه يا خالد بالنسبه للجماهير كل واحد عنده جماهير. نحن ما حسبنا الجماهير كم. ثاني حاجه اذا تعتقد اني بطلع على كتف اي واحد او انت واحد منهم فهذا وهم انت عايش فيه. اتمنى وهم انت عايش فيه. اتمنى يكون وهم. اتمنى يكون حتى اذا كانت اكتاف هذا حط وهم. الدليل على هذا انت عملت مداخله. انا اول مداخله دخلت معك اول مره ادخل معك بما ان الاخرين ينتمون للريان استاذ عبد العزيز ابو عبد العزيز هذول ناس محبين للريان اول من ينتقدونهم انت خارج الاطار هذا. خلينا انا اكون خارج ما تصعد بك حتى لا انا ما بصعد يا خالد ما بصعد فوقك كم بلقي جمهورك. لا لا ما بتصعد فوقي انت فوق كتفي اكتافي ولا اكتافك اكتافك يا خالد ما بتشيلني وزني ثقيل عليها. من انت؟ اكتافك ما بتشيلني فوزني عيار ثقيل جدا ما حد يقدر يشيلها. بس دور لك دور لك والله مش كذا دورها دورها دائما انت مع الريان اول مره